نعم فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول أنا نويت اليوم أن أضحي علما يقول بأني لم أحلق ولم أقص أظافري منذ دخول العشر فهل تصح النية بعد دخول العشر بأربعة أيام؟ الحمد لله الجواب نعم، يعني لو أن إنسانا مثلا لم تكن لديه نية للأضحية ثم طرأت النية في اليوم الخامس من ذي الحجة أو السادس أو السابع يقول العلماء يمسك عن شعره وأظفاره ويضحي ولله الحمد، ولو حصل وأخذ من شعره وأظفاره فأضحيته صحيحة ولله الحمد والمنه.